زي ما احنا متعودين دايما بنبتدي بمعرفة بقى والاطمئنان، لان خلاص الناس بدأت يعني تستعد للنزول للشارع، فبالتالي خلونا نطمن على الطقس والمرور من زميلتنا هالة الحملاوي. صباح الخير يا هالة. صباح الخير يا عبد الصمد. صباح الخير يا منى. صباح الفل يا هالة. صباح الفل. يعني عندي ليكي خبر حلو النهارده، الجو مكمل حلو كويس قوي، يعني في انخفاض طفيف في درجات الحراره. عايزه اسمع كلمه انخفاض في درجات انخفاض الحراره. انخفاض هتسمعيها حالا دلوقتي. وسكوت امطار لو سمحتي. لا مش ضامنه موضوع سكوت امطار، انا ضامنه انخفاض طفيف في درجات الحراره هقوله لك حالا. اتفضل. نستعرض مع حضراتكم دلوقتي الاول احوال المرور طبعا في مناطق مختلفه من مصر، وهنبدا جولتنا من محافظه القاهره وتحديدا من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه في اتجاه ميدان رمسيس، وشارع رمسيس نفسه بيشهد برضو بعض الكثافات المرورية اللي هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند الويلي لحد كوبري الساحل والأميرية. الكورنيش من المظلات إلى وسط البلد في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه للمؤسسة ففي هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة عند منطقة المظلات. ونستكمل جولتنا المرورية في شوارع الجيزة، شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة، كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في برضو كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملها لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر بعض الكثافات في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة، أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري مازال الطريق مغلق والاتجاه إجباري عبر نفق حازم حسن، ومنه المحور 26 يوليو اللي بيشهد أيضا سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة قبل طلعة الدائري. نروح بقى لمحافظة اسكندرية، في هناك سيولة مرورية عند كوبري ستانلي، ولكن في بعض الكثافات المتفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. ونكمل جولتنا بقى نروح محافظة أسوان، يعني من اسكندرية لأسوان هنبدأ في أسوان من شارع السادات لغاية ما نوصل لمنطقة المسلة، هناك في سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ كمان إن في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في بعض الكثافات المرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، في أيضا بعض الكثافات المرورية هناك. خلصنا جولتنا المرورية وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. زي ما قلت في أول الحلقة النهاردة لسه في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 39، وأقل درجة حرارة في مطروح 26 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية.